مرحبا، أنا مهند الحطاب. يمكن تعرفوني من الكوميدي فيديوز اللي بعملهم على إنستغرام. أنا اخترت الكوميدي لأني بنبسط كتير لما أعرف إنه أنا كنت السبب برسم البسمة على وجوه الناس. مثل ما بتعرفوا نحن هلأ بشهر رمضان، وشهر رمضان معروف إنه هو شهر المحبة وشهر الخير وشهر العطاء، وخاصة بهالشهر العيلة بتحب تجتمع. أنا ما فيني أتخيل رمضان من دون أهلي وقرايبيني وأكل أمي الطيب. مشان هيك أنا هالسنة قررت إنه أنضم لفيليبس كامبين اللي هو ساوند أوف ديفرنس، ونغير حياة اليتامى ونزرع البسمة على وجوههم. فساعدوني نحن نحول هالأمنية إلى حقيقة بكبسة زر واحدة. كبسوا بس فوت أو شير، يعني كتير سهلة هالكبسة، وخلونا نكون إيد واحدة وعيلة واحدة لليتامى. شكراً، كان معكم مهند الحطاب، ورمضان كريم.